الخبر اللي بعده حاجة يعني الواحد يفتخر بها، خبر مهم جدا. خبر بيقول نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، حيث احتلت مصر المركز 18 عالميا خلال 10 سنوات بفضل المشروعات القومية للطرق. وعشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا على الهاتف دكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أستاذ مايكل، أهلا وسهلا بحضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام. حاجة مشرفة زي النهاردة، من 10 سنين كان ترتيب مصر 118، يعني حاجة جميلة جدا. في خلال 10 سنين بس مصر تخطت 100 درجة 100 مركز. طبعا شفنا حجم إنجاز كبير جدا منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكم كبير من المشروعات. وكمان عايز أقول الترتيب اللي بيحصل ده 50 دولة، احنا خدنا ترتيب يعني الولايات المتحدة الأمريكية احنا قبلها بكتير، يعني وصلت هي 20، إنجلترا 36، تركيا 27. عايز أعرف من حضرتك على مدار 10 سنين التقدم في هذا المجال. طبعا بلا شك هو جهد وعمل شاق في مدار العشر سنين، مسابقة للزمن للانتهاء من بنية تحتية كانت بتفتقدها الدولة المصرية لسنوات طويلة. وكان الهدف هو تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد المتميز والذي يستحيل تكراره في حركة التجارة والنقل العالمي، واللي دايما مصر على مدار تاريخها هي مركز ثقل حركة التجارة. وخلينا اقول لحضرتك كان الهدف هو الربط الداخلي القوي مع بعض البعض مع زياده معدل ربط الدوله المصريه بمحيطها الخارجي، والهدف الرئيسي هو لتحويلها لاكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي. وخلينا دايما بقول دوت هو حرص الخارج دايما على ده اكثر من مصر نفسها. كان الهدف الرئيسي ده نظرا لموقعها المتميز واللي يستحيل تكراره في حركه التجاره واللوجستيات. كان هدف القيادة السياسية هو تهيئة الأسباب لدخول مصر في الكثير من الاتفاقيات اللي احنا بنشوفها دلوقتي زي البريكس وغيرها من الاتفاقيات، اللي كانت سبب فيها هو وجود بنية تحتية قوية. وما كانش ينفع أعمل زيادة لمعدل ربط المحيط الخارجي غير لما يكون عندي الداخل القوي. صحيح. من بنية تحتية قوية. الدخول لمناطق كانت محتاجة لمثل هذه المشروعات مع تكامل بين كافة بدائل النقل زي المواني البحرية بعد تطويرها وإنشاء الجديد والعديد منها على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. النهاردة بنشوف بفضل الطرق والمحاور العرضية اللي تمت داخل الدولة المصرية كم من التنمية اللي تمت، لأن دايما بنقول النقل والتنمية هما وجهان لعملة واحدة. صحيح. مفيش تنمية بدون شبكة نقل قوية، مفيش مكان فيه شبكة نقل قوية إلا ولابد أن يصاحبه تنمية كبيرة. النهاردة بنشوف كم من الاستثمارات في الوادي الجديد في شمال ووسط وجنوب الصعيد. صح. بنشوف حتى في الشمال الدلتا الجديدة 2.8 مليون فدان، منطقة زي سيوة هي منطقة من أهم المناطق السياحة البيئية والصحية على مستوى العالم. مصر كانت بتسعى لزيادة حصتها من مواردها الطبيعية اللي موجودة سواء كانت سياحة، زراعة، صناعة. صح. تجارة، بما ان هي نقطة تلاقي بين 3 قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. كنا دايما بنقول مصر هي مفتاح أفريقيا، ده ما كانش هتفعل غير من خلال بدائل نقل قوية تقدر تسهل الوصول والاتصال بكافة أنحاء المحيط اللي حواليها. مصر هي مطل طبيعي لقارة كاملة مليئة بالموارد الطبيعية. دكتور على مدار 10 سنين أنا شايف إن الدولة كانت جاهدة شغالة على 3 محاور: رفع كفاءة الطرق اللي موجودة، في طرق جديدة، وطبعا ربط الدولة المصرية بدول الجوار، وطبعا ده بيكون ليه تأثير مباشر على الاقتصاد زي ما حضرتك قلت بقى، تجاريا، سياحيا، جذب استثمار. كل المشاريع، أو خلينا نتكلم عن بعض المشاريع الفاصلة اللي قامت بيها الدولة المصرية خلال 10 سنين. يعني خلينا أقول لحضرتك واخد من كلام سيادتك إن تم إنشاء 7000 كيلو، ده كان المخطط، عمل 7000 كيلو، وده بمثابة 30% من حجم شبكة الطرق اللي انشأت داخل الدولة المصرية على مدار تاريخها كله. فده رقم ضخم جدا، ده بالإضافة لتطوير 10000 كيلو. خلينا أقول لحضرتك إن التطوير ده بمثابة إنشاء جديد، أنا عندي طرق جديدة انشأت على الطرق اللي كانت موجودة زي طريق الصعيد الغربي اللي هو نواة طريق القاهرة كيب تاون اللي هو بطوله 1155 كيلو متر
داخل الدوله المصريه من اجمالي حوالي 10288 كيلو متر. تم انشاء حارات جديده للنقل، كانت حارات خرسانيه، وده رفع من درجه السلامه والامان، سهل الوصول لاماكن كثيره. انا النهارده بنشوف زي ما سيادتك تفضلت العائد من هذا التطوير الضخم اللي تم داخل الدوله المصريه، الدخول في كثير من اتفاقيات التجاره الحره والتجاره البينيه، الدخول في اتفاقيات نقل دوليه زي اتفاقيه فيينا واتفاقيه تي اي ار، ظهور مناطق صناعيه في اماكن كانت اماكن اكثر احتياجا، كانت اماكن بتولد لي هجرات داخليه من الجنوب للشمال للبحث عن فرص عمل، اصبح دلوقتي جنوب المصري كله بقى ليه بالفرص الواعده وجاذب للاستثمارات. عندي مدينه زي مدينه طربول من اكبر المدن الصناعيه في مركز اطيح جنوب شرق الجيزه، عندي مليون ونص فدان في توشكا وشارع عوينات، محور تنميه جديد غرب النيل. ده بالاضافه للتطور الشامل داخل محافظات الصعيد، عندي 69,000 فدان بين سويف والمنيا، 14,000 فدان بين الفيوم وبني سويف، 2.8 مليون فدان، دوله جديده بتنشا اللي هي الدلتا الجديده في شمال غرب الدوله المصريه، ده بفضل المحاور الطرق. نيجي لسينا، ودي من اهم النقاط اللي ممكن نتكلم عليها، لان من اهم ركائز الامن القومي المصري. 5,000 فدان بيتم استصلاحهم دلوقتي في شمال ووسط سينا بعد الدخول والعبور بكثير من نقاط الاتصال بين شرق وغرب القناة. عندي أكثر من 17 نقطة اتصال، 6 أنفاق جديدة، عندي كباري السلام والفردان لدخول السكة الحديد، 3,000 كيلو طرق داخل شبه جزيرة سيناء. النهاردة الربط مع المواني البحرية وربط المواني البحرية على البحر الأحمر البحر المتوسط، وظهور مناطق لوجستية مليئة بمناطق تجارية وبتمر بمناطق الصناعات. عندي على سبيل المثال في سينا صناعات ثقيله زي الرخام والجرانيت والاسمنت وغيرها من الصناعات. دكتور، يمكن الحديث عن المشاريع ده، اعتقد احنا محتاجين 10 سنين نتكلم عن التطور، بس في نقطه مهمه جدا مش قادر اعديها. الفكره العبقريه، دايما كنا بنشوف الصعيد الطرق الطوليه بس، فكره دلوقتي ان الصعيد كل محافظاته مربوطه بطرق عرضيه وعمل محاور، ومش بس الطرق بتتعمل كمان، وفي خدمات لوجستيه، في طبعا الطريق بيتعمل بلوحات استرشاديه ومطاعم، وفي وحدات للبنزين، يعني بيتعمل حاجه بتبقى في لحظه بتشتغل. تعليق حضرتك. طبعا يا فندم، بلا شك التطوير ده كان تطوير شامل. يعني اولا لما نيجي نشوف الطرق اللي تمت، كان الهدف منها هو رفع درجه السلامه والامان على الطرق المصريه. النهارده بعد فصل حركه النقل عن الملاكي، ثم عمل التقاطعات او من خلال تقاطعات حره وليس تقاطعات سطحيه مثل دورانات للخلف مستويين، النهارده رفعت درجه السلامه والامان بشكل كبير بعد فصل حركه النقل مع فصل حركه الدوران. ده بالاضافه لتطبيق او دخول مصر في مشروعات الاي تي اس اللي هي الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم، والخاصه بتعظيم الاستفاده من عمليه النقل على شبكه الطرق الموجوده والتحكم الكامل اثناء عمليه المسير على الطرق. ده كله رفع درجه السلامه والامان. ولما نيجي نشوف النسب اللي بقت موجوده دلوقتي، قلت نسب الحوادث، قلت بنسبه حوالي 40% عما كانت عليه. الاصابات والوفيات قلت بتقريبا ما يوازي 30% عما كانت عليه. فكل دي ارقام بتؤكد سير مصر في اتجاه صحيح، التطوير كامل لبدائل النقل، لان كانت تقلصت بدائل النقل اللي كانت موجوده عندي وطلب النقل عليها بشكل كبير. كان عندي 97% للنقل كان على الطرق المصريه، 2% سكه حديد، و1% نقل نهري. كان الهدف الرئيسي للقياده المصريه هو تعظيم واسترداد دور بدائل النقل مره ثانيه لتخفيف الضغط على محاور الطرق اللي كانت تهلكت بشكل كبير نظرا للضغط عليها ومعدل تكرار الحمل اللي كان زياده بشكل كبير عليها، الحوادث اللي كانت زادت عليها. صحيح. فالنهارده تم تطوير للشبكه الموجوده، انشاء محاور جديده بجوانب حوالي 7,000 كيلو وتطوير 10,000 كيلو، تطوير منظومه السكه الحديد الديزل وانشاء خطوط سكه الحديد اللي هي قطار الكهرباء السريع، هنبقى سادس اطول شبكه على مستوى العالم، تطوير منظومه النقل النهري والبحري. ده كان من شانه تخفيف الضغط على الطرق، وده ادى الى رفع درجه السلامه والامان بشكل كبير بعد تطويرها ايضا ودخول منظومه الاي تي اس للتحكم الكامل في الحركه على الطرق. ده كله رفع من درجه السلامه والامان. طبعا مجهود كبير جدا يا دكتور. عايز اسال حضرتك، يعني فرصه حضرتك موجود معانا، خطه مصر 2030 وخطه مصر 2050 ان شاء الله. يعني خلينا اقول لحضرتك، احنا ال 7,000 كيلو اللي اتعملوا اللي كان مخطط عملهم، تم تنفيذ حوالي 6,300 منهم. ال 10,000 كيلو اللي مخطط تطويرهم، تم بالفعل تطوير 8,400 كيلو وجاري تنفيذ المتبقي من هذه المحاور والطرق. خلينا اقول لحضرتك كمان
احنا النهارده بنعمل شبكه بنيه تحتيه وشبكه نقل قويه داخل الدوله المصريه عشان اقدر ابدا بعد كده اطلع خارج حدود الدوله المصريه بالربط مع المحيط الخارجي. يعني على سبيل المثال الطريق الساحلي الدولي من مخطط ربطه مع شمال افريقيا بالكامل، طريق القاهره كيب تاون من القاهره لكيب تاون انا ما اقدرش ابدا خارجيا غير لما اكون عندي البنيه التحتيه الاساسيه الداخليه. الغربا كمان من اسوان لتشاد ده هيفتح لي الطريق لغرب افريقيا بالكامل. الربط الخارجي سواء من خلال طرق او سكه حديد ده ما كانش يتم غير لما يبقى عندي نواه داخليه قويه. وبالاضافه ليه كمان الربط شرقا، خلينا اقول لحضرتك من ميناء الفاو في العراق وشمالا للموصل وغربا لعمان ثم العقبه ومرورا من خلال الجسر العربي وصولا لنويبع وطابا، ده الخط التجاري العربي اللي بيربط به نويبع ثم من خلال شبكه الطرق والسكه حديد بتنشا داخل شبه جزيره سيناء الوصول لميناء العريش او شرق بورسعيد او عبورا لمواني شمال الدوله المصريه من خلال الكباري والانفاق على قناه السويس. ده كله ما كانش هيتم الربط الخارجي سواء شرقا او غربا او جنوبا الا من خلال شبكه طرق داخليه قويه، ثم بعد ذلك بقى التخطيط لعمل الربط الخارجي والمساهمه فيه بعد اكتساب الفرق المصريه والمهندسين والشركات والاستشاريين خبرات مصريه متراكمه لكثير من المشروعات العملاقه اللي تم الانتهاء منها طبقا لجداول زمنيه غير مسبوقه يشهد لها العالم كله واصبحت مطلوبه لتكرر هذه التجربه خارجيا. وانت عند حضرتك المحيط الخارجي طالب ده بنفسه سواء في افريقيا او في دول الخليج وغيرها من الدول المحيطه اللي بدا يبقى في تعاون كبير لنقل لهذه الخبرات والمشاركه في عمليه تنميه شامله في المحيط الخارجي. صحيح دكتور، يمكن مجهود كبير جدا، يعني مجهود 10 سنين من التعب والكفاح مش هنقدر يعني نتكلم فيه في 10 دقائق. طبعا حاجه مشرفه جدا، مصر تتقدم 100 مركز عالميا في مجال الطرق، يعني حاجه مشرفه جدا، مزيد من النجاح والتقدم. بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله ابو خضره استاذ الطرق والمطارات بكليه الهندسه جامعه بني سويف.